إذا جنت لياليها. حياكم الله مجددا، وعدنا لكم عبر بوابة قناة مجد للأطفال، أحد أبرز القنوات التي تهتم بالطفل وتنشئته وتقويمه وزرع القيم التربوية الفاضلة وأيضا الترويحية. نرحب وإياكم معنا بضيوف قناة مجد الأطفال، الأستاذ هاني الغضية منتج برامج في مجد الأطفال، ومبدعنا أصيل القحطاني مقدم برنامج فضائي. اي فضائي على طول كذا. حياكم الله منورين. يا مرحبا، يا اهلا وسهلا. اهلا هاني، نبدا معاك مباشره ببرنامج معين ولا نقول لكم وش محضرين لنا من طبخات؟ يا طيب. رائع الطبخات. انت طبعا قبل كم يوم ترسل لي تقول ان شاء الله نطبخها زين ونبهرها تطلع جميله للساده المشاهدين، ايش مقدمين على قناه مجد الاطفال؟ اولا لي شرف تواجد في هذا البرنامج الجميل الذي يضم اكثر كوكبه من الاعلاميين، وشرف اخرج مع الاستاذ رياض استاذي واستاذ عبد الوهاب الله يعطيك العافيه في مجال الاعلام. بإذن الله، طبعا في رمضان الله يبلغنا وإياكم قادم برنامج جديد على الشاشة، برنامج فضائي لموسمه الثالث بإذن الله، يضم أكثر من نجم، ففي هذه بعض التفاصيل الكثيرة يتكلم فيها أصيل أكثر مني أفضل على طبعا على هو برنامج فضائي. الأول هو فضائي، فضائي نعم. برامج الأخرى، برامج أخرى فيه أهل القرآن. أهل القرآن ظهر من الرياض، من إنتاج الرياض، ثم انتقل إلى تجدد بحلة جديدة في إنتاج جدة، ما شاء الله، ثم انتقل إلى إنتاج قادم من القاهرة، يا سلام، بحلة جديدة بديكور جميل بنفس المسمى، يا سلام. وكذلك البرنامج العم عجب، برنامج يضم دراما ومسابقات، هو المنافس لبرنامج فضائي. جميل من فرع القاهرة بإذن الله. يا سلام يا سلام. طيب نروح في البداية نشوف البرنامج ذكرته هو أهل القرآن، نتابع برومو أهل القرآن ثم نعود لقناة مجد الأطفال. تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها. قريبا في رمضان برنامج أهل القرآن بحلة جديدة على شاشة قناة مجد للأطفال، أصوات ندية وألحان عذبة، فقرات منوعة، وزدناهم هدى، فدعوه بها وأنصتوا قرآنا عربيا، فبهداه مقتده أحسن القصص، ورتلناه ترتيلا، حق تلاوته، وذكر خلق عظيم. تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها. إذا جنت لياليها. إذن كان هذا برومو أهل القرآن. أهل القرآن. طب أنا بسألك، طبعاً البرنامج إنتاجه في مصر. إيه نعم. ما شاء الله. من البرامج كذلك أو الأشياء اللي سمع عنها المشاهدين، الدراما هل لها نصيب على قناة مجد الأطفال؟ بإذن الله في دراما في فضائي، كذلك شارع عجب، عفواً أنا تو قلت عم عجب، في شارع عجب، وكذلك في برنامج أحوال. جميل، هذا كله دراما، مسلسل أحوال. مسلسل أحوال، وكل شكر للأستاذ محمد جمال رئيس لجنة الدراما. يعني يا سلام، يعني في مسلسل اسمه أحوال بإذن الله على المجد الأطفال إن شاء الله، امتداد للنجاحات اللي شفناها في جاري العزيز في فرع القاهرة. جميل. طيب بنروح كذا لأصيل مبدعنا ومقدم، أحد المقدمين في فضائي، ثم نشوف البرومو فضائي ثم نرجع لك. طبعا هو البرنامج القادم المنتظر والمتنوع، طبعا المتنوع والذي يحمل في طياته الدراما والمسابقات والعديد من الفوائد، برنامج فضائي الجزء الثالث. خلونا نشوف هذا البرومو ثم نعود نتحدث مع أصيل. تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها. Damn.
تزود وارتجي خيرا إذا جنت لياليها إذا جنت لياليها. فضائي الموسم الثالث، هل البرنامج اللي بتشوفونه إن شاء الله على شاشة قناة مجد الأطفال. أصيل، وش الجديد بيكون في هالموسم؟ أنا حابة أتكلم أول شيء عن فضائي بشكل عام، بداية من الموسم الأول إلى الموسم الثالث. فضائي الموسم الأول أغلبكم تابعوا أكيد، اللي هو نزل فضائي من الفضاء على حديقة السعادة، وبعدها صارت في مشكلة بين الأشرار والطيبين، وقامت تصير مسابقات وكذا، إلين ما لعب الأشرار اثنين اللي هم دبور وبوري مرجان، دبور وبوري وبوري دبور وبوري لعبوا بالمركبة وطيروا معاهم فضائي وأصيل القحطاني وبعض من اللي معاهم، أي بعض المشاركين. فرحنا انتقلنا بكذا إلى الموسم الثاني اللي هو كان رجعنا بالزمن إلى كوكب زمردة، فصارت في أحداث والكثير شاف الختام غريب. الختام إنه خطفنا شخصية كبيرة. شو تناظر من هاني شكله يقول لك لا هو شخصية هذه خطواتكم يعني. إيه اسمه شرشون. اسمه شرشون. شرشون. أيوه. هذه الشخصية بتودينا الموسم الثالث. الموسم الثالث. أيوة. هنا ما أتكلم. ترقبوا شوفوا شو بيصير. أنا خفت بيقول الشغل. لا أنا عارف أنا. السلام يا أصيل. جميل جدا. أجل مترقبين الموسم الثالث. وانت الان طلعت لنا شخصيه من الشخصيات الموجوده شرشون مركز بشرشون هذا الله يهدينا وياه، يعني ان شاء الله في اشياء جديده والمشاركين اكيد في تنوع حيكون في المشاركين. اي نعم ايوه في اسماء. انا مشكله شهادتي مجروحه يعني اصيل رياض، اني حتى لو مدحت حيقول اه عشان هو مشارك البرنامج. بالفعل البرنامج يعني الحمد لله اصداء من الموسم الاول والثاني، انه يعني اتفاجئ واتوقع احيانا غير مستغرب انه كثير يتابعونه اعمار متغير، يعني اعمار الكبير والصغير يتابعه. صحيح. الاسره، فهو برنامج للاسره يعني، وتوقيته كان جيد يعني توقيت العصر. هذا واهم شيء شخصيه فضائي يعني، هو احس انه شخصيه مميزه يعني ولا جدا لا اصيل؟ مميزه اكيد يعني، ما احد يدري من هو يعني، واضح الكل يدري، الاطفال الصغار فعلا يقولون انت فضائي، عرفونا العالم كله. شكرا يا اصيل، ومتفائلين جدا موسم مميز ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله فيك وبجميع المشاركين معنا. انا سؤالي الأخير لهاني، واستضفتكم طبعا في ختامها، هاني أبرز الشخصيات اللي مشاركة معاكم على قناة مجد الأطفال بالعموم. بإذن الله الأستاذ رياض الخبران، الأستاذ عبد الوهاب السلمي، الأستاذ متعب العرجاني، الأستاذ عامر الكعبي، من الشبل أصيل، مبارك القحطاني كذلك، ريما الحارثي، داليا الصقر، ويس السندي، كذلك الشيخ من جدة في برنامج أهل القرآن الشيخ معاذ مجدي. هذه كوكبة من نجوم الشبكة. من مصر كذلك في أسماء. في مصر كذلك عندنا يعني أكثر مجموعة من الأسماء كبيرة. أي نعم، الأستاذ أحمد سمير. ما شاء الله. جميل جميل ما شاء الله. يعني مجموعة كبيرة من الشخصيات اللي حابين المشاهدين في الغالب هي شخصيات معتادة وقد طلعت على قناة مجد الأطفال. بإذن الله. وفي شيء من الجديد يعني، في أوجه جديدة إن شاء الله على الشاشة. بإذن الله. كلنا طبعاً في شوق لرؤية ومتابعة برامجكم على قناة مجد الأطفال، وأنتم كذلك أنا أتوقع بل أجزم إنه برامج مجد الأطفال حتكون غير هذه السنة مع الظروف الحاصلة. إحنا طبعاً نقول لكم، إحنا طبعاً دائماً نقول في الغالب لما تصير الظروف تقول لا ترفع السقف، أنا أقول ارفعوا السقف إلى أعلى شيء على قناة مجد الأطفال. بإذن الله يعدونكم بكل ما هو جديد وعلى المنظومة الإعلامية شبكة قنوات المجد الفضائية. مستمرون ولكن بعد الفاصل.